الموقع الرسمي لفضيلة الشيخ وليد بن راشد السعيدان حفظه الله يقدم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. تقول السائل أحسن الله إليكم أنها نصحت امرأة تعلم أن زوجها أكرمك الله يزني بنساء أخريات، تقول نصحتها أن تصبر عليه وتلجأ إلى الله بالدعاء وقيام الليل وأن تفوض أمرها إلى الله. تقول لكن إحدى النساء الأخريات وقفت في وجهها وقالت بل الحق أن تطلب الطلاق لأجل أن تتخلص من هذا الزوج الزاني أكرمك الله والصابر على والذي يعمل الرذائل. تقول وخفت أن تكون أن نصحت المرأة تقول وقد خفت أن أكون قد نصحت المرأة بطريقة خاطئة، فقد كانت نيتي سليمة في أن نوجهها إلى الله بالدعاء والصبر على زوجها وأن تلح في الدعاء إليه، فهل تصرفها خاطئ أم لا؟ الحمد لله رب العالمين، وبعد، المتقرر عند العلماء أنه يغتفر في الثواني ما لا يغتفر في الأوائل، وأنه يغتفر في البقاء ما لا يغتفر في الابتداء، والزنا يمنع صحة نفوذ النكاح ابتداء لا دواما وبقاء. فلو كان هذا الرجل ابتداء قبل نكاحه بهذه المرأة زان فلا يجوز للمرأة الحرة العفيفة أن تقبل به زوجا، لقول الله عز وجل الزاني لا ينكح إلا زانية أو مشركة، والزانية لا ينكحها إلا زان أو مشرك. فلا يجوز للمرأة أن تقبل زوجا إذا فلا يجوز للمرأة أن تقبل بالزوج إذا علمت بأنه زان، ولا يجوز لها أن توافق على الزواج به ابتداء، بل لو أنها فعلت مع إصراره على هذه الجريمة لعد عقد النكاح باطلا فاسدا في أصح قولي أهل العلم. ولا يجوز للزوج أن يتزوج امرأة إذا علم يقينا بأنها زانية حتى تتوب، فالزانية لا يجوز نكاحها ابتداء حتى تتوب وتظهر منها مخايل التوبة النصوح، والزاني لا يجوز قبوله زوجا إلا بعد توبته وظهور مخايل التوبة النصوح منه. ولكن إذا تم العقد ثم بعد ذلك وقع الزوج في الزنا فإن زناه لا يعتبر مبطلا لعقده، فالزنا يمنع ابتداء العقد لا بقاءه ودوامه، لأنه يغتفر في البقاء ما لا يغتفر في الابتداء. وبناء على ذلك فيجب على الزوجة وعلى من يعلم بحال هذا الرجل أن يكثر من نصيحته ومن زجره وتخويفه بالله عز وجل وتخويفه من مغبة فعله هذا، فإن بقي على هذه الجريمة النكراء والفاحشة العظمى ولم يزدجر ولم يتب إلى الله عز وجل فيجب على المرأة حينئذ أن تطلب الطلاق منه، لأنه ليس بزوج صالح للبقاء معه، ومن باب المحافظة على دينها وإيمانها، بل ومن المحافظة على صحتها أيضا حتى لا يكون مع كثرة زناه بالنساء مصابا ببعض الأمراض التي لا يخفى على شريف علمكم حقيقتها. فإذا لا ينبغي طلب الطلاق في أول معرفة الأمر، وإنما عليها أن تداوم نصيحته وأن تكثر من الدعاء له وأن تدعوه إلى الله عز وجل، فإذا تاب وأقلع عن هذه المعصية فالحمد لله، وإلا فلتبادر بطلب الطلاق حماية لنفسها ودينها وإيمانها وصحتها، بل وحماية لبناتها وأبنائها من الوقوع في براثن شيء من هذه الفاحشة والعياذ بالله. فمثل هذا مع إصراره على هذه المعصية لا يصلح أن يكون زوجا ولا ضجيع فراش، والله أعلم.